FM. الكلمة ليك. عناوين الجرائد التونسية، وأكيد العناوين تحكي على العملية الجبانة الإرهابية في عين سلطان في ولاية جندوبة. نبدأ بالشروق، وين التونسيون بصوت واحد بالروح بالدم نفديك يا شهيد. جنازات مهيبة في نابل ومنوبة وبنزرة والقيروان وبن عروس والكه. صفحة 12 و13 التفاصيل. صفحة 17 تحديا للإرهابيين السياح الجزائريون يسحفون نحو تونس. صفحة 11 في بيان القاعدة حول العملية رسائل مسمومة وثمانية أسلحة رشاش تفضح لغز الهجوم. في متعلق بشأن الرياضي، نصف نهائي المونديال، هل يروض الفرنسيون الشياطين الحمراء؟ نمشيو للصباح، وين اتحاد شغل يقترح زيادة بحوالي 8% الجمعة المقبل الحسم في أجور الوظيفة العمومية وجرايات المتقاعدين. صفحة 3 التفاصيل. تونس تشيع شهدائها بعد عملية عين السلطان الإرهابية، إدانة للتجاذبات ودعوات للوحدة الوطنية. خبير أمني يقول للصباح، تضاريس المنطقة سهلت العملية والوضع السياسي مهدد أو مهد لها. لقاء الغنوشي بالبيجي والطبوبي بالشاهد، هل تتجه الأزمة السياسية نحو الانفراج؟ صفحة 4 التفاصيل. في افتتاح مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية، أوركسترا إيطاليا تحمل الجمهور في رحلة على أجنحة الفن والجمال. المغرب، صحيفة المغرب، على إثر العملية الإرهابية بجبال جندوبة تشيع شهداء الستة من الحرس الوطني إلى مثواهم الأخير في جنازات مهيبة. الشهيد العربي الجيزاني من حي التضامن، الشهيد حمزة دلالي من بنزرت، الشهيد أنيس الورغي من رادس، الشهيد أشرف الشيرني من الكيف، الشهيد حاتم ملات من القيروان، والشهيد حسام خليفة بن خليفة من قليبيا. في ضرورة الوحدة الوطنية وشروطها، حلقات إنتاج الحليب غير راضية عن حجم الزيادة، واجتماع مشترك الأسبوع القادم لتحديد الموقف النهائي. وفي الشأن الدولي الإقليمي، ليبيا تعثر الحل السياسي وتنامي ظواهر القتل والاختطاف والعنف. كاب FM. الكلمة ليك.